في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. إذا سمع أي واحد فينا عن شخص حفظ القرآن تلقى يسأل نفسه يقول هذا شلون حفظ؟ أنا لا يمكن أن أحفظ القرآن. تقول لو ولد فلان حفظ القرآن تقول شلون عيالي يحفظون؟ أنا شلون أستطيع؟ القرآن صعب، القرآن عدد صفحاته كثيرة. لكن أنا الآن أسألك سؤال، سؤال موجه مني لك أنت اللي قاعد تصعب هذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى ميسره. هل في مرة من المرات وأنت تصلي وأنت ساجد دعيت الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك حفظ القرآن؟ خلينا نكون صريحين مع بعض، هل وأنت يوم الأيام رافع عيدك قاعد تدعي الله سبحانه وتعالى؟ كثير من الأدعية تسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، تتعوذ من النار، تدعو لأبنائك، تدعو بالرزق بالتوفيق، غالبنا يدعي هذه الأدعية. في مرة أشركت مع هذه الأدعية إن يا ربي يا رحمن يا رحيم يا ميسر الأمور يسر لي حفظ كتابك وحفظني هذا الكلام العظيم اللي أرتفع فيه وأرتقي فيه إلى أعلى مراتب الجنة؟ في مرة واحد فينا عمل هذا العمل؟ لذلك اليوم من أهم الأمور اللي تعينك وتساعدك هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن حفظ القرآن إخواننا ترى أمر مو بسيط، أمر عظيم جدا، أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، عند النبي صلى الله عليه وسلم. قدرك يصبح مختلف بعد حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع متأثر أن ييسر لك هذا الأمر. لا تعتقد إذا القرآن صعب اللي بيسره لك فهد الكندري أو أمك أو أبوك أو أحد المشايخ، لا، ميسر الأمور هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقيل في الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله سبحانه وتعالى توكلت على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيوفقك. حتى وانت رايح العمرة طوف، وانت قاعد تطوف ندعي أدعية كثيرة، انت عندك 7 أشواط، عندك صفا والمروة، وانت في الحج ادعي الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمورك. اختار أوقات استجابة الدعاء، اختارها لا تتركها، عندك بين الأذان والإقامة، عندك الدعاء في السفر وقت المطر، ساعة الاستجابة يوم الجمعة، العشر الأواخر من رمضان، ادعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك حفظ القرآن وستجد البركة والاستجابة من الله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أما يجيب المضطر إذا دعاه أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلذلك علينا بالدعاء، فهو من أهم القواعد الأساسية اللي تيسر لك حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أجمل زياراتنا في تركيا زيارتنا للجامع الأخضر الكبير، وهو جامع حديث البناء تم بناؤه على نفقة أهل الكويت وغيرهم من المتبرعين. والمسجد ذو 3 طوابق، سردابه مجهز بفصول خاصة وجميلة لحفظ القرآن، والطابقين الأول والثاني لمصلى الرجال، أما الطابق الثالث فهو لمصلى النساء. كانت زيارة رائعة، استقبلونا فيها أهل المسجد خير استقبال.
وقابلنا إمام الجامع لنتعرف على قصته العجيبة مع القرآن. الشيخ إسرافيل، حدثنا عن بدايتك مع حفظ القرآن الكريم. بعد التخرج من المدرسة الابتدائية جئت إلى المسجد الأخضر في بايرام باشا. كم كان عمره؟ كاتش شنديدن؟ كان عمره 11. نعم، 11. بدأ بحفظ القرآن وهو عمره 11. أي نعم. نعم. وجاء من 1000 كيلومتر. نعم. يعني بين قريته وإسطنبول 1000 كيلومتر. ما شاء الله. لم يرى أبواه سنتين. لم يرى لا والده ولا والدته من أجل حفظ القرآن. نعم، أثناء حفظه القرآن. ما شاء الله. كنا أثناء دراستنا في المدرسة كنا 750 طالبا في بايرام باشا. أثره علي أنا صرت إماما لهذا المسجد، هذا أثر كبير. الله أكبر. لي. نعم. كم عمرك من بين الطلاب كلهم؟ من 750 طالب. نعم. هو صار إماما لهذا المسجد. ما شاء الله. الحمد لله. كم عمره عندما أصبح إماما لهذا؟ كوريا كاتش شندا إمام أولد ديور. 24 سنا هو صار إمام. ما شاء الله. ما شاء الله. أنا أوجه الكلام لأحبابنا بعد ما يرون أنه كان يقطع، تخيل معي كان يقطع 1000 كيلومتر كي يحفظ القرآن. 1000 كيلومتر. إحنا الواحد فينا اليوم تقول له الحلقة خلف بيتك يقول ممكن المكان بعيد، ولم يرى لا والده ولا والدته لمدة سنتان حتى يحفظ القرآن الكريم كاملا. ما شاء الله. أحيابك وردد معانيك ورتلك بين الرجا والضراعة، يا نور يا قرآن يا عز تاليك، محبتك لي عند ربي شفاعة. قرآني أحيابك وردد معانيك ورتلك بين الرجا والضراعة، الآن بفضل الله أصبح عندك هدف حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. جميل جدا وأنت في مسيرتك ورحلتك في حفظ القرآن أن تجعل لك ناس من أحبابك، أنت تختارهم، تشاركهم في هدفك. لما أقول لك تشاركهم في هدفك مو معناته أن يحفظون القرآن معك. ممكن واحد يقول ما أقدر أحفظ القرآن. والدك، والدتك، أخوك، صديقك، واحد معك في العمل، تشاركه معك، تقول أنا بيحفظ القرآن عيني. إذا شفتني يوم من الأيام تخاذلت في الحفظ، فترت عن الحفظ، انصحني ووجهني وخلني مرة ثانية أعيد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه من الأمور اللي راح تعينك بإذن الله. أنا عن نفسي كثير من الناس كانوا يعينوني، يعني أنا والدتي مو حافظة القرآن، ولكن كانت لما أروح البيت تناديني تقولي تعال يا فهد تفتح المصحف تبي تسمعني شيء من القرآن. هي مو قصدها تبي تسمعني شيء، هي قصد الوالدة اليوم إن تبيني أتشجع أكثر. والدي رحمة الله عليه كان نفس الشيء، ناديني تعال يا فهد اقرأ، اقرأ لي شيء من القرآن. الشيخ اللي حفظني القرآن يدق علي من مصر، هو مسافر وهو في مصر، يقول لي ودي أسمع لك شيء من القرآن. هذا كله ليش؟ لأنهم مشتركين معي في الهدف، يبون فهد يحفظ، يبون فهد يزيد من حفظه. خواتي وخواتك وأهلك وربعك وزملائك، شركهم في هذا الهدف الرائع والعظيم حتى تعين نفسك وتبتعد عن الفتور إلى أن تنتهي من هذه الرحلة الجميلة وهي رحلة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
قابلنا أحد قراء مصر المتميزين وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عندما قمنا بزيارة مؤسسة أبرار مصر. معانا الحبيب الغالي. أهلا وسهلا محمد. محمد الحاج محمد. الله يخليك يا عم الشيخ. كيف حالك يا حبيبي؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. قول للمشاهدين اسمك، اسمك الكامل. الشيخ محمد حمدي أمين عبد الظاهر البدلاوي. نعم ما شاء الله. عمرك ما شاء الله كم سنة؟ سني 33 سنة. ما شاء الله العمر كله إن شاء الله في الطاعة شيخ. إن شاء الله. كويس أنت في الدراسة، في الحساب، في جدول الضرب؟ كويس. أنا كويس في الضرب، في جدول الضرب والجمع والطرح في الحساب يعني، والعربي برضو بروح المعهد ثلاث أيام في الأسبوع من 2002. أنا حافظ الجمع مثلا في الحساب واحد زائد واحد يديني اثنين يساوي اثنين. طيب اثنين زائد أربعة. اثنين زائد أربعة يبقوا رقم اثنين زائد أربعة. شيخ محمد حبيبي أنت، هذا أنا ما أقصد الآن من الأسئلة. طبعاً الأسئلة اللي أنا قاعد أسألها للشيخ محمد أنا كنت أقصدها حقيقة. هو شيء ممكن من الحياة لو نسأله عن جدول الضرب في الدراسة، في أمور كثيرة ممكن ما يجاوبني، ولكن في القرآن الشيخ محمد يختلف. شيخ محمد عندك صوت جميل أنت ما شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. ما شاء الله. طيب أختبرك في القرآن إن شاء الله. جاهز؟ أقرأ وتقرأ بعدي؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على هذه القراءة الجميلة. شيخ محمد. نعم. ليش ما تسجل ليش ما تسجل قراءتك في الإذاعة؟ والله أنا بسجل على قناة الحياة وعلى قناة الناس وعلى الصحة والجمال وعلى قناة البركة. طيب أنت كم عمرك حفظت القرآن يا محمد؟ والله أنا حضرتك من كم عمري كده من عشر سنين، من 12 سنة، من 11 سنة، من 13 سنة، من 14 سنة، من 15 سنة، من 16 سنة، من 17 سنة، ومن 18 سنة، ومن 19 سنة لغاية 20 سنة يعني. فحافظ القرآن كله يعني عن ظهر قلبي يعني. ما شاء الله كلكم أنتم تحكمون على هذه الجلسة اللي أنا جلستها. نرجع ونقول دائما النماذج ليست للعرض وإنما للعبرة. شيخ محمد شكرا على هذا اللقاء. ألف شكر. ألف شكر. شكرا شكرا يعطيك العافية وإن شاء الله يا رب تجي تزورنا الكويت. تجي تزورنا الكويت شيخ محمد. إن شاء الله أزوركم الكويت. أنت إن شاء الله. خلاص أنا أقول لك إن شاء الله أوعدك تجينا الكويت إن شاء الله. إن شاء الله. ونسافر أنا معاك أكثر من بلد. ونروح طيب. مكة مع بعض إن شاء الله. طيب ماشي. طيب ماشي. حبيبنا يا الله. يبقى إن شاء الله تبعتوا لنا التأشيرة إمتى؟ ابقى اقرب وقت ان شاء الله. ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما إن تجمع المشاهقات
شعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. وحدنا رب القلوب، وحدنا.